الواحد دايما يحبها. خلاص خلاص. أنا نلاحظ أنه نسمع تصريحات لرياض ياسين مثلا يقول اتفقنا مع المبعوث الأممي حول مثلا الموعد أن يكون في 14 شهر يونيو، لنتفاجأ بأن يعلن بعده المبعوث الأممي نفس الإعلان. يعني أصبحوا هم يستبقون ومن يملون عليه يعني الاستراتيجية التي يتحرك على أساسها مع اليمنيين. ونتمنى يعني أوسط، يعني بدل ما يعني نشوف كل يوم كوارث وتدمير للوطن ولتاريخنا ولجميع ممتلكاتنا.